They will take it out from the from that place now? Yeah, from the palace to the mosque. Ah, this is the palace? I forgot the name of this thing. And then the sixth guy who will take the coffin. Yeah, they are not young, the one who will carry. You're funny. هذه صور تأتيكم مباشرة من قصر قرطاج حيث تتواصل عملية التأبين وكانت منذ قليل عملية التأبين قام بها رئيس الجمهورية محمد الناصر الذي ردد في عديد المرات كلمة يا رفيق دربي مخاطبا الرئيس الراحل محمد البيجي قايد سبسي ثم استمعنا إلى سبع كلمات لقادة كان عبد القادر صالح ممثلا للجمهورية الجزائرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي حكومة الوفاق الليبي رئيس البرتغال جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا ملك اسبانيا فيليب سيت والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وحاليا يتم نقل جثمان رئيس الجمهورية البيجي قايد سبسي من طرف القوات العسكرية ممثلة لقوات الجوية البحرية وقوات الأرض. What is the name of the president? بعد قليل ستنطلق إذا الجنازة الرسمية وسنتابعها حول الرئيس الراحل محمد البيجي قايد السبسي. I will put this in the Google or YouTube. عبد القادر بن صالح رئيس الجمهورية الجزائرية بأنه كان رجلا واقفا دائما إلى مع الجزائر أيام محنتها وتحدث عن الثقة الكبيرة في الشعب التونسي أن يواصل مسيرة البيجي قايد السبسي رئيس دولة فلسطين محمود عباس وصفه بالصديق الحميم وذكر بدوره الكبير في حماية القضية الفلسطينية فايز السراج رئيس القرن العشرين في تونس وأنه سيظل رمزا يشهد له التاريخ بأنه ساهم في تغيير صورة تونس وفي جملة قال أن البيجي أعاد أهل الحياة جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا
أكد على دور البيجي قايد سبسي في الإرساء للانتقال الديمقراطي وأنه منح لتونس كل شيء حتى آخر لحظات حياته وأن الخسارة تتجاوز تونس جغرافيا لتشمل كل دول العالم ودول البحر الأبيض وحوض البحر الأبيض المتوسط. ملك إسبانيا فيليب السادس اعتبره رجل دولة هام، قال غونتوم ديتا ترك أثرا طيبا لدى الشعب وكان له دور هام في الانتقال الديمقراطي. سنوات كانت مليئة بالتحديات للشعب التونسي وشدد دعمه ودعم إسبانيا إلى تونس والتونسيين. واختتمت كلمات القادة بكلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال ما بوكو بخي، تعلمت منه الكثير، وتحدث عن دور بيجي قايد سبسي في حماية الحريات والمساواة وذكر بدوره في حماية حقوق المرأة وقال أنه يجمع بين حكمة العميد وقوة الطفل لساجيس دو دويا لانسونس جوفينيل. وحدث البيجي قايد سبسي وقال له بومافي بوكو بابخي، وتحدث مع التونسيين وقال لهم vous avez un grand président، وتحدث أيضا عن دوره في الملف الليبي. إذن هذه هي الراية الوطنية التي توشح جثمان الرئيس الراحل محمد الباجي قايد السبسي رحمه الله، الذي لا يزال متواجد جثمانه حاليا في قصر قرطاج، قصر قرطاج الذي دخله معززا مكرما ومنتخبا من شعبه. اليوم سيخرج منه نحو رحلته الأخيرة، نحو مثواه الأخير في مقبرة الجناز في تربة قائد سبسي أين أراد أن يدفن. That is the daughter also, I think. الراحل باجي قائد سبسي، هذه هي لحظاته الأخيرة في قصر قرطاج بين الجيش الوطني التونسي مرفوقا بالوفود الوطنية والوفود الدولية، مرفوقا بعائلته وشعب ينتظره خارج القصر ليرافقه في رحلته الأخيرة إلى مقبرة الجلاز. كان منذ لحظات موكب التأذين الذي استهله محمد الناصر رئيس الجمهورية الحالي بكلمة معبرة، شاهدنا خلالها تأثر كبير لمحمد الناصر الذي وصفه برفيق دربه وقال له بأن غيابك ألم وخسارة للوطن، لن تغادرنا سيد الرئيس، ستبقى بيننا. هكذا توجه له محمد الناصر رئيس الجمهورية بهذه الكلمات، كلمات وجهها للرئيس الراحل محمد الباجي قايد السبسي. وعائلة الفقيد لا زالت تتقبل التعازي من مختلف الحضور. شفنا قادة الدول والرؤساء متواجدين في موكب التأبين وسيرافقون الفقيد إلى مثواه الأخير. أين ينتظره شعبه؟ ينتظره شعبه ببالغ الحزن والأسى في خشوع وشموخ وباعتزاز. نودع رئيسنا اليوم الذي ودعه أيضا رؤساء العالم الذين كانوا حاضرين في موكب التأبين، ومن بينهم عبد القادر بن صالح رئيس الجزائر الذي قال للفقيد أنه عرفه في أيام المحنة وناصر الجزائر وهو من ثمن وأمن المسار الديمقراطي في تونس. محمود عباس الرئيس الفلسطيني بدوره وصف محمد الباجي قايد السبسي بالصديق الحميم والعظيم وقال أننا بدأنا من تونس رحلة العودة إلى فلسطين. فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي قال على الفقيد بأنه من أعظم رموز الجمهورية التونسية وبأنه قامة كبرى أفنت حياتها في سبيل إعلاء راية تونس. الرئيس البرتغالي أيضا ترحم على الفقيد وعز الشعب التونسي في هذا المصاب الجلل. رئيس جمهورية مالطا أيضا قال أن الفقيد قاد تونس إلى انتقال ديمقراطي وقدم تونس كل ما يستطيع فعله إلى حدود أيامه الأخيرة. فيليب السادس ملك إسبانيا قال أن الفقيد ترك أثرا كبيرا في قلوب التونسيين وأنه كان
رجل دولة، رجلا حكيما قاد تونس إلى المسار الديمقراطي. وشاهدنا أيضا كلمة مؤثرة، كلمة مطولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أكد فيها على احترام الشعب الفرنسي للشعب التونسي، وعبر عن احترامه لكل ما قدمه البيجي قايد السبسي خلال فترة حكمه، وتوجه للشعب التونسي وقال له: Vous aviez un grand, grand président. بكل قوتك دافعت عن الحريات وعن المساواة. بهكذا ودع إيمانويل ماكرون الرئيس الفقيد البيجي قايد السبسي. ونشاهد حاليا مراسم التأبين لا تزال متواصلة في جنازة رسمية، جنازة وطنية سيتجه بها الفقيد.